السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي، النهاردة جاي أكلمكم في درس سريع عن الدولة القديمة. والدولة القديمة اللي هي عصر بناة الأهرام، سميت كل دولة باسم أهم شيء بيميزها، وما يميز هذه الدولة الأهرامات. ففيها ظهر أهرامات كتير جدا جدا جدا، لكن احنا هنذكر منهم النهاردة أربع أهرامات مع أربع ملوك، وهم أشهر ملوك الدولة القديمة. الملك الأولاني اسمه زوسر، وده أول واحد فكر في أنه يبني هرم. بناء الهرم ده كان الهدف منه أنه يحتفظ بالجثمان بتاعه من غير ما حد ينبشه. يعني إيه؟ يعني يحتفظ بيه الجثة بتاعته محنطة ومحطوطة في تابوت ومحطوطة في قلب هرم، علشان ما حدش يقدر يدور وراه ويفتش فيها ويسرق المجوهرات بتاعته. زي ما كان يعتقد زمان ان كل ملك بعد ما يدفن، او كل شخص بعد ما يدفن، هيصحى من النوم او هيصحى من هذا الموت، فهيبقى قاعد، فهيحتاج اكل ويحتاج شرب ولبس ومجوهراته وادواته اللي كان بيستخدمها. وبالتالي المصريين القدماء كانوا بيحطوا مع المتوفي هذه الاشياء. فبيجي اللصوص كالعاده يعملوا نبش للقبور، يعني يشفكوا القبور دي وياخدوا المجوهرات اللي فيه. فقرر الملوك ان هم يعملوا حاجه يحفظوا بيها نفسهم ويحفظوا بيها مجوهراتهم واشيائهم من السرقه، عشان تنفعهم في العالم الاخر. ده ظنهم واعتقدهم. احنا دلوقتي لو بنعتقد نفس الاعتقاد ده، كل واحد هيدفن معاه الموبايل والشاحن بتاع الموبايل طبعا، عشان يشحن الموبايل لما يصحى بقى، والتليفون والسماعات والكلام من ده. لكن بدأ الملك زوسر في بناء هذا الهرم، وهو عبارة عن هرم حجري، عبارة عن 6 مصاطب، 1 2 3 4، كل مصطبة أصغر من المصطبة اللي تحتها. فالمصطبة اللي فوق صغيرة، اللي تحت أكبر، اللي تحت أكبر، اللي تحت أكبر، عشان كده سمي هرم مدرج. الملك اللي بعده هو الملك خوفو، وده بنى حاجة خطيرة جدا اللي هي الهرم الأكبر. والهرم الأكبر من عجائب الدنيا السبع. معنى كلمة عجائب الدنيا السبع، أنا في هذه في الدنيا 7 عجائب احتار العلماء فيهم، واحتار في بنائهم، واحتار في تصميمهم وكيفية بنائهم وازاي اتبنوا. منهم تمثال رودس مثلا، منهم الهرمات، تحديدا الهرم الأكبر. وجمال الهرم الأكبر في روعة التصميم وضخامة الحجم. حجم ضخم جدا، لدرجة ان الحجر الواحد احيانا بيوصل وزنه الى 50 طن. 50 طن دي صعبة، ازاي شالوها؟ ازاي وصل الحجر ده فوق كده بالارتفاعات العالية دي؟ كل ده محير العلماء لحد النهاردة. من حيرة العلماء في هذا الهرم كمان انك لو وضعت فيه تفاحة مثلا بتاخد وقت اطول في التعفن مما انها تكون بره. لو وضعت فيه سكينة تلمة من السكاكين التلمة اللي احنا بنقعد نسناها ونعمل، هتحطها في الهرم بعد مدة من الزمن هتستعيد حدتها مرة تانية. ودي من الحاجات العجيبة اللي في الهرم، اللي هي مش تبع الدرس بتاعنا لكنها معلومة. الحاجة اللي بعد كده اللي هو الملك خفرع. الملك خفرع من الملوك اللي قدرت برضو تبني هرم على نفس نمط الملك خوفو، ولكن احتراما للملك خوفو بنى الهرم أصغر منه شوية، وخاف ان اللصوص أيضا يسرقوا المجوهرات والحاجات اللي فيه، فبنى تمثال ظنا منه ان هذا التمثال هيخوف اللصوص. تمثال على شكل جسم اسد يدل على القوة والعنف، ورأس انسان يدل على الذكاء والحكمة. فكان تمثال ابو الهول. تمثال ده عبارة عن قطعة حجرية واحدة اتنحت مرة واحدة كده في المكان ده، شديد الروعة طبعا. جه بعدهم الملك منكورع وبنى الهرم الاصغر. دول الاربع ملوك اللي انا هتكلم عنهم في الدولة القديمة. زوسر اللي بنى الهرم المدرج واللي قدر يمد حدود مصر لحد النوبة جنوبا. الملك خوفو اللي بنى الهرم الأكبر، وده أحد عجائب الدنيا السبع. الملك خفرع، وده بنى حاجتين، الهرم الأوسط وبنى تمثال أبو الهول، والملك منكورع اللي بنى تمثال الهرم الأصغر. بكده يكون خلصنا الدرس الأولاني اللي هم ملوك الدولة القديمة اللي هي دولة أو عصر بناة الأهرامات. والمرة الجاية إن شاء رب العالمين نتكلم في العصور الوسطى وإزاي بدأت ومين الملوك المشهورين فيها وأعمال كل ملك وإيه الأحداث اللي حصلت فيها
في الحلقة الجاية، فانتظروني إن شاء رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.